يسرني ان اعلن عن افتتاح سفاره نيكاراغوا هنا في الجزائر اليوم جاء هذا بعد اشهر قليله فقط من الافتتاح الرسمي للسفاره الجزائريه في ماناغوا كما يسعدني ايضا ان ياتي هذا الانجاز الدبلوماسي في ظل زخم ايجابي تحت اطار الروابط الاخويه والتضامن والتعاون بين الجزائر ونيكاراغوا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وفخامة الرئيس دانيال اورتيغا. لقد جدد البلدان التزامهما بتمهيد الطريق لترسيخ علاقاتهما الثنائية وفتح آفاق جديدة لتطوير ووضع طموحات جديدة أيضا لتحقيق مستويات أعلى من التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي. for the development of these relations and to set a new ambition toward achieving greater levels of economic cooperation and political coordination. Nicaragua and Algeria established diplomatic relations in 1979. حافظت نيكاراغوا والجزائر على العلاقات الدبلوماسيه منذ 1979. تتسم العلاقه بين البلدين بالتضامن والنضال ضد الاستعمار والامبرياليه وكذا الدعم القوي للشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاباده الجماعيه التي يرتكبها الكيان الصهيوني